سالمين وسالم مطن بيكم أهلنا العراقيين الله يحفظكم. إيش قد شايلين غيره؟ نشرت منشور محتاج اسمنت. تعرفون إيش قد وصلني؟ وصلني 95 طن اسمنت، تريلتين اسمنت. فاعل خير من أهالي الكوش شيخ سعد 20 طن اسمنت. فاعل خير من أهالي الحلة 25 طن اسمنت. عراقية مقيمة بالنرويج 12 طن اسمنت. وجمعنا المبلغ وبعض التبرعات وجمعنا المبلغ وصار 95 طن اسمنت لحملة الإنسانية لبناء مدينة للأيتام والفقراء مكونة من 110 دار ومدرسة ومستوصف صحي ومسجد وأسواق ومعمل لإنتاج البلوك. وأيضا فاعلة خير من أهالي بغداد تبرعت لنا بمبلغ 5 مليون دينار دعما لهذه الحملة الإنسانية. هذه رسالة لكل العالم أن العراقيين إذا تكاتفوا ما راح يبقى شيء صعب. وهذه رسالة للعراقيين، لكل العراقيين. أتمنى نشوف ونصحى على وقتنا ونشوف هواي عندنا ناس فقراء ومحتاجين، ونريد نتمنى أنه هذه مبادرة مشروع الألف دينار وبناء المجمعات السكنية والمدن المصغرة أريدها تكون بكل مدينة. أتمنى الناس تدعمني حتى أطور من هذه الفكرة ويكون بكل مدينة عندنا مجمع سكني ومدينة مصغرة كامل الخدمات. نسأل الله القبول والتوفيق بحق محمد وآل محمد، وإن شاء الله نشوفكم بفيديو جديد ومبادرة جديدة وحلم جديد ودعم جديد. الله يوفقكم ويبارك بكم أحبتنا وأهلنا العراقيين. أخوكم المفوض بالشرطة الاتحادية سيف عباس قطوف، مؤسس مشروع الألف دينار. ونشوفكم بألف خير وانتم وجه الخير.